إذا مشاهدي ومتابعي موقع بال برايس، كيف ما كتشاهدوا سمكة التونة الإخوان اللي كتوزن أكثر من 300 كيلو، أكثر من 300 كيلو كاينة عند الأخ اللي هو معروف الأخ عبد الله هنا بائع الأسماك من الحجم الكبير. هذه الإخوان كيف ما قلت لكم كتوزن أكثر من 300، ما ساهلاش أكثر من 300 كيلو. وحتى في الأحشاء ديالها لقينا واكلة داك الشيء ديال الفواكه البحر. شوفوا تبارك الله الإخوان، هيا بحال شي دلاعة كتطبع الإخوان، بحال كتطبع شي دلاعة. ها تبارك، هذه النتوة ولا الذكر؟ هذه ها باش كتفرق ما بين الذكر والنتوة؟ البيض وحشاد النتوة تكون لحمتها حمراء. النتوة لحمتها حمراء، فيها البيض، هنا ما كاينش البيض. إذا هذا الذكر، داك الشيء علاش وازن تبارك الله. وطلعت هذه لحمتها حمراء زوين، كل تونه كيفاش كتطلع فهمتي؟ هذه اللحمه ديالها كتكون غنيه ب كيف ما كنشوف. اذا اخوان، حتى الحمد لله. شوف كيقول لك على نياتكم ترزقون، بنادم اللي ميسر ميسر. عبد الله طلعت حمراء سميتو كي؟ شوف تبارك الله، تبارك الله تبارك الله. سي عبد الله، الثمن تقريبا باش غدوز هذه؟ سير كمل تتسالي مع الاخوان. 70 درهم في الاصل. 70 درهم لا في الاصل، شحال كتباع باش نعرفوا الناس باش نوصلوا الناس؟ 300 كيلو تبارك الله فيها المساله. باش تمشي للمارشي حانوت راه كتقدر تاخذ ب 100 130 120 90 درهم. 90 درهم كاع، حنا هنا كندير لها الطريف ديال 80 درهم. 80 درهم حساب كلين او ثاني 70 درهم اليوم. لا اليوم 70 درهم كيما قلت لك، وقسمتها على الاوقات. اذا 80 درهم، 60 درهم، وفي العشيه كاع باش غتسالي ب 1000 ريال. يعطيك الصحه انس بات، سير خذ راح. اذا هذا الشيء، هذه سمكه التونه الاخوان اللي كتوزن 300 كيلو، كتوزن 300 كيلو الاخوان. وحنا وثقنا لكم في هذا البث المباشر، وراه لقينا. شوفوا اش كتاكلوا الاخوان، هذا الشيء راه واكله هي، واكله داك الشيء ديال فواكه البحر. شوف اش كتاكلوا الاخوان، اش كيقولوا لهادو؟ اش كيقولوا لهم؟ العكريش. العكريش، القيمرون، واكل القيمرون الاخوان. اذا الاخوان واكل القيمرون، هادش شبعانه قيمرون تبارك الله. اغلبيه بقاو واكل القيمرون الاخوان، وانتم كتشاهدوا تبارك الرحمن الاخوان. اذا هادشي بمدينه المحمديه، اكبر تونه عنيده كتوزن 300 كيلو الاخوان، نادرا ما كنلقاو في هذا الحجم هذه في مدينه المحمديه. وحتى الثمن اللي يدير، وحتى الثمن اللي هو مناسب الاخوان. اذا هذه السمكه ديال التونه العنيده اللي معروفه. اذا غادي نودعوكم على امل نلقاكم في فيديو اخر، دائما في ارسال يوسف عباد. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.